جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أريد شرحا مفصلا حول كيفية الاغتسال. كيفية الاغتسال كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام، يغسل كفيه ثلاثا، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على رأسه، يحثو على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة الاغتسال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.